احتمالية تأجيل بدء العام الدراسي الجديد بسبب وجود العوائل النازحة في عدد من مدارس مدينة كركوك. بدورها كشفت دائرة الهجرة والمهاجرين في كركوك عن أن المخيم المزمع إنشاؤه للنازحين إلى كركوك سيكتمل بعد 3 أسابيع لينتقل إليه النازحون. في كل عام دراسي جديد تبدأ المدارس بفتح أبوابها أمام التلاميذ والطلبة في 23 من شهر أيلول، أما هذه السنة اختلف الأمر، فبسبب الأوضاع الأمنية المتردية في مدن بعض المحافظات العراقية ونزوح مئات الآلاف من العوائل إلى كركوك والإقليم، اتخذت هذه العوائل من المدارس مساكنا لها، الأمر الذي يدعي إلى تأجيل العام الدراسي مدة قصيرة، وهذا أمر محتمل حسب مدير عام تربية كركوك وكالة. بالتأكيد احنا بداية العام الدراسي مرتبطين بمواعيد ثابتة، هذه المواعيد محددة من قبل وزارة التربية. لحد هذا اليوم احنا ان شاء الله مستعدين لبدء الدوام في يوم 23/9، لكن عندنا بعض المحافظات الأخرى تعاني من مسألة النازحين ومسألة الوضع الأمني، فهناك احتمال، أقول احتمال وليس شيء مؤكد لحد هذه اللحظة، هناك احتمال تأجيل العام الدراسي مثل ما حصل في الإقليم بسبب وجود عوائل نازحة كثيرة جدا خصوصا في محافظة الدهوك. وزارة التربية في الإقليم راعت هذا الجانب بأنه تبحث خيارات لإخراج النازحين من المدارس. بالنسبة لمحافظة كركوك اللي تابعة لوزارة الوزارة الاتحادية في مركز في بغداد، لحد هذا اللحظة احنا موعدنا 23/9، إذا حصل تأجيل سيبلغ كافة أبنائنا الطلبة، وأحب أطمنهم حتى إذا حصل تأجيل لبداية العام الدراسي بأنه السنة الدراسية مضمونة إن شاء الله، لأن هناك ممكن أن تقلص العطلة الربيعية، ممكن أن تتأخر الامتحانات النهائية قليلا، هناك حلول عديدة عند الوزارة. بالنسبة لمحافظة كركوك احنا عندنا في مركز المحافظة 42 مدرسة، 42 بناية فيها عوائل نازحة، بالتأكيد هذه العوائل صار معها العديد من الاتصالات سواء من قبل مديرية التربية التي شكلت لجان لهذا الموضوع، وسواء من قبل إدارة المحافظة ودائرة الهجرة في محافظة كركوك. كل هذه الأطراف تعمل جادة على إيجاد حل لإخراج هذه العوائل من المدرسة مع توفير السكن الكريم. دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك صرحت بأن لديها تنسيق مع إدارة المحافظة والجهات المعنية بإنشاء مخيم خاص للنازحين كي يتم إخراج هذه العوائل من المدارس التي تشغلها ونقلهم إلى المخيم حال اكتماله، مضيفة أن المخيم وحسب المراجع المعنية ستكتمل بعد 21 يوماً. نحن كدائرة هجرة ومهجرين بالتنسيق مع السيد المحافظ ومن خلال توجيهات السيد المحافظ حول حسم هذا الموضوع، كان لنا تنسيق مع لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة كركوك اللي هي أخذت على عاتقها ومهتمة بهذا الموضوع ومن أجل حل مشكلة الطلبة وحل مشكلة النازحين اللي ساكنين في المدارس. فكان هنالك اجتماعات مع منظمة UNHCR من خلال إقامة مخيم، وفعلا تم حصول الموافقة على إقامة المخيم في منطقة ليلان، والآن الفرق المكلفة بإنشاء هذا المخيم تم إعطائها مدة 21 يوما حتى تنجز هذا المخيم، حيث تمت المباشرة بحفر بئرين في المكان المخصص للمخيم ومن ثم تنصيب هذه الخيم. احنا كدائرة هجرة ومهجرين سعينا على إحصاء هاي العوائل اللي متواجدة في هذه المدارس وتسجيل أسمائهم وأخذ عناوينهم وأرقام موبايلاتهم بشكل دقيق من أجل تأمين انتقالهم بالسرعة الممكنة إلى هذا المخيم في حالة إنشاء وتجهيزه. اتخاذ مكان ملائم للسكن بدلا من المدارس التي اتخذتها العوائل النازحة من بعض المحافظات العراقية إلى كركوك كفيل بسير العملية التربوية في مسارها الصحيح، وخاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد. هالغورد حسن، فضائية كركوك. في ملف آخر